السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بكم مزيانين وبصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. واليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم هاد المملحات اللي كيجيو سهلين سهلين بزاف، دون عجن، دون اختمار، يعني سهلين بزاف اللي ممكن تعدلوهم يعني في وقت وجيز جدا، وفي نفس الوقت كيجيو لذادين بزاف بزاف. دابا ما غنزيدش نطول عليكم ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. دابا غادي نبداو على بركه الله بالمقادير اللي غادي نحتاجو فيها. واحد المكون اللي ما نزلتوش معكم هو الكفته او اللحم المفروم. غادي نحتاجو بصله متوسطه مقطعه الى مربعات، فلفل احمر وفلفل اخضر حتى هو مقطع الى مربعات. بالنسبه للتوابل فغادي نحتاجو نصف ملعقه صغيره من الفلفل الاسود، زنجبيل وكركم. غنحتاجو الملح حسب الذوق، زيت الزيتون، الجبن المفروم، 3 قطع من الجبنة المثلثة، والجبن ترانشيتيس أو الجبن المربع، وممكن تستعملوا يعني أي أجبان كانت عندكم متوفر. دابا غادي نجوزو الطريقة. غادي نعملو الملح كيبقى حسب الرغبة يعني حسب الذوق ديالكم، وغادي نضيفو التوابل فلفل أسود، زنجبيل والكركم، فوق زيت الزيتون ممكن تعويض زيت الزيتون بزيت المائدة، وغادي نوضعوهم على نار يعني حتى يتشحروا معنا هاد البصل والفلفل الاسود والفلفل الاحمر والاخضر. ملي يبدا يتورد اللون ديالهم معنا غير شويه غادي نضيفو اللحم المفروم. بالنسبه للحم المفروم فانا استعملت 300 غرام، وطبعا الكميه كيبقى الاختيار ديالكم. صافي غادي نبقاو نحركو عادي بالضغط على الكفته باش تتفتت معنا وتطيب في نفس الوقت. صافي حتى يوصلوا لدرجه انهم يعني يطيبوا، عاد غادي نبدا نضيفوا الاجبان ديالنا مع استمرار التحريك حتى يذوبوا لنا تماما. دابا من بعد ما ذابوا الاجبان وتخلطوا جميع المكونات كيف ما كتشوفوا، حصلنا على هذا الشكل، هذا الخليط. فغادي نوضعو دابا في واحد الوعاء باش يبرد، وغادي نقوز باش نحضر الخبز دو توست. هي اللي غادي نحشي بها هاد الحشوه هادي ديالي. كيف ما كتشوفوا هنايا قبضت خبز الطوست وبديت كنقطع الحواف ديالهم على هاد الشكل هذا. وكاين الخبز طبعا كتباع بدون حواف، المهم انا كانت متوفره عندي هادي فكنقطعهم على هاد الشكل هذا. يعني كما قلت لكم المملحات بدون عجين فهادو كيبقاو يعني ساهلين، ما غتستعملوا يعني لا ورقه ضد الديون لا فيلو لا حتى شي عجينه، غادي نستعملوا غير هاد الخبز هادي، وكتجي بيه الملح كيجي مزيون بزاف ولذيذ ومقرمش كيجي به. صافي كيف ما كتشوفوا يعني من بعد ما كملت هاد الخبز ضد الطوست منقطع على الحواف ديالها، صافي بديت كنطلق الخبز على هاد الشكل هذا حتى كنحصل على واحد الخبز يعني رقيقه بزاف. ودابا من بعد ما غادي نكمل الخبز ديالي كامله فغادي نهز واحد الشريحه ديال الخبز وغادي نحاول نعمره على هذا الشكل هذا. يعني كتبقى الطريقه ساهله، غادي نهزوا الحشوه وغادي نعملوها يعني على شكل طولي باش كتبقى يعني فحال، وغادي نروليوها باش كتبقى لنا يعني فحال الشكل ديال القنينطات او السيجار. الطريقه كيف ما كتشوفوا واضحه وسهله في نفس الوقت. بالنسبه لهذا الرول هذا فما كنشدوه حتى بشي حاجه، يعني كنضغطوا عليه غير شويه من بعد ما كنروليوه كنضغطوا غير شويه ونزلوه في الصحن ديالنا كيف ما كيتوضح لكم في الصوره. صافي من بعد ما سليت المملحات ديالي كاملين فانا غادي نجوز دابا باش نعمل لهم الدقيق والبيض والشابلوغ. بالنسبه لهاد الشابلوغ هذا فانا خرجتها من ديك الخبز هذيك اللي شاطت معايا اللي قطعنا ديك الحواف، فانا هي حمرت حشيتها تحمر في الفرن وطحنتها باش ما نفسدوشي، فجات غزاله احسن من هذيك الشابلوغ اللي كنشريو من المحلات، جات غزاله بصح. صافي كما كتشوفوا غادي ضفت لها المعدنوس، الثوم والبصل المجفف، ممكن تضيفهم ممكن ما تضيفهمش يعني ماشي ضروري. صافي وغادي نقوزو باش نقوزو المملحات ديالنا في الدقيق. هو الاولي علاش كنبداو بالدقيق، لان هو اللي كيخلي لنا المملحات ديالنا ما يشربوناش الزيت بزاف، يعني كتبقى ديك الطبقه ديال الطحين محافظه على الملح باش ما يدخلوش الزيت بزاف، يعني باش ما يتشربوش الناشي الزيت. صافي يعني من الطحين
نالبيطات وديريكت نالشابلوغ اولا البان رياضو ولا الخبز المحمص. طبعا بعد ما كملتهم كاملين غادي نقز القلي ديالهم اللي عندي هنايا الزيت سخينه، ومن بعد كنردها المتوسطه باش ما يتلهفوش معايا، يعني باش ما يتحرقوناش وباش ما يطيبوش بسرعه باش ياخذوا يعني الوقت ديالهم. بالنسبه للعدد اللي خرج لي هذه الكميه، هذه خرجت لي 21 حبه، وكيف ما كتشوفوا ان يعني الملح كبير وشباعي كيف ما شفتوا. طبعا ملي غادي يتحمروا معنا من الاسفل غادي نقلبوهم او باش يتحمروا من جهه اخرى. واذا بغيتوا تحتفظوا بهم فممكن تحتفظوا بهم، يعني تعملوا لهم الدقيق والبيض والشابلوغ وتعملوا لهم شي صفيحه وتحشيهم في المجمد حتى يتجمدوا معكم تماما، عاد تحشيهم في البلاستيك الغذائي. وملي تكونوا غادي تستعملوهم فكتجبدوهم من المجمد مباشره، كتعملوهم يتقلاو يعني بلا ما تخليوهم يدسكون خيلارو ولا يعني تيزلو من الثلج. صافي، وهذا هو كان هو الشكل النهائي. انا رافقته مع مايونيز او لا اليولي، فكيجيو مزيونين بزاف كيف ما قلت لكم، كيجيو مقرمشين وفتيين يعني بدون تعب، بدون ما يعني لا ما عجنا ما عملنا حتى شي حاجه كيف ما كتشوفوا غير بخبز الطوست. يعني جو المالح جا كيحمق لذيذ 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 بزاف ومقرمش كيما قلت لكم. فما عليكم غير تجربوهم وتردوا عليا الخبر في الكومنتاريوس ديالكم اللي كيشجعوني اكثر، وما تنساونيش باللايك. كيجيو فتيين كيف ما كتشوفوا، يعني ملي قطعت معكم واحده كيجيو فتيين بزاف وهشاشين كيجيو كيحمقوا. فهذا كان هو الفيديو ديالنا اليوم، نتمنى يكون الاعجاب ديالكم. بالنسبه للناس الجدد فانا كنرحب بكم، اذا كانت عجبتكم القناه ما تنساوش الضغط على ابوني او سبسكريبير او اشتراك، وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي كنعملو. ونخليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله. في الوصفات المقبله ان شاء الله غادي نحضر معكم هاد القطايف هادو اللي عدلتهم بالقشطه. غادي نعطيكم المقادير ديال القشطه اللي كتجي كتحمق، اللي ممكن تستعملوها في المملحات، تستعملوها في الكنافه، ماشي الكنافه يعني حتى في الكنافه، تستعملوها في البسبوسه اللي استعملتها في هذه البسبوسه هذه جات كتحمق، ولا القطايف جاو كيحمقوا. واستعملت حتى في الوصفه اخرى، في واحد الوصفه اخرى اللي مورا البسبوسه اللي هي هاد المملحات هادو اولا هاد الكغاطان هذا، يعني عملت مملحات في الكغاطان جاو كيحمقوا بالقشطه. فما نعاود لكمش يعني هاد الوصفات هادو كاملين، ان شاء الله غادي نشاركهم معكم في الايامات المقبله، نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. وباقي الوصفات غادي تجبروهم كاملين عندي في القناه اللي غادي نخليهم لكم ان شاء الله في صندوق الوصف.